زوينين بزاف، جبنا لكم دك بروج، جبنا لكم مصحف، جبنا لكم سلسله د الحضور، وسريت لا كذلك دي غورمه ديال لي ديال رافينيتي، شي حاجه زوينه بزاف. المهم جبنا لكم دي موديل زوينين، مرحبا والف مرحبا بكم. حاولوا تواصلوا معنا في الواتساب اللي بغات شي حاجه بالنسبه للتواجد ديالنا كيف مدينه ميد القيصريه الفاس في سوق الجمعه. غادي نبداو لكم البنات باول حاجه، هو هذا دك بروج هذا اللي كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، دمليج ديال دك بروج كيجي غزال صحيح وعملي بزاف. هانتوما قربوا لكم باش تبان لكم الرشمه، اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا. بالنسبه لهذا فيه 23.26 غرام، سوم 550 درهم الغرام، وكيبقى لو بري ديالو 12 درهم و 800، 12 درهم و 800 اللي هي مليون و 56 الف ريال، 1280 دولار، والدوره ديالو 6.8 سنتيم، الديامتر 6.8 ديال سنتيم. اللي بغاتو تحاول تواصل معايا سير واتساب، ومرحبا والف مرحبا بيا. اللي بغاتو البنات تواصل معايا ومرحبا والف مرحبا. الخدمه ديالو زوينه بزاف وصحيح وعملي، يعني في اللبسه ديالو عملي وبزاف. كاين واحد اخر ها هو ذا البنات اللي فيه 23.26 غرام، فيه 23.26 غرام، غزال البنات صحيح، النقشه ديالو راه رائعه، سوم 550 درهم الغرام. الهبه عليكم السلام الزين ديالي، باقي نلقى عندك ردكو بارد واحد وخصها شويه. لا حبيبتي الا بغيتي نخدموك سير كوموند 580 درهم الغرام. نضال اي تعمي غزال هذاك دك بروج، مرحبا لالا نضال غزاله، لالا عزيزه مساء النور والسرور، وشربوا درع موفقين ان شاء الله. شكرا حبيبه ديالي لالا يخطيك. هانتوما البنات كما كتشوفوا كاين هذا فيه 23.26 غرام، والثمن ديالو سوم 550 درهم الغرام، تيبقى لكم 13 عفوا، وهذا 23.86 وي، كيبقى لكم 13 درهم و150، 13 درهم و150، مليون و63 الف ريال. يضل يتعمل الفون لاباس عليك، كنتوحشوك كنتوحشك الخير والربحه الزوينه ديالي، شكرا بزاف الغزاله. ها نتوما اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا، 13 درهم و150، مليون و63 الف ريال، الدوره ديالو 6.6 سنتيم. باش نعبر البنات الدوره هكذاك لهم، نتاكد لكم البنات من الدوره. ستة فاصلة ستة ديال سنتيم. غادي نعاود لكم معلومات على هاد دك بروج البنات، هذا كاين هذا الاول اللي كيوزن 23.86 غرام، سوم 550 درهم الغرام، الثمن ديالو كيبقى 13 درهم و150، مليون و63 الف ريال، 1315 الاورو، وفيه 6.6 في الديامتر ديالو. ها هو الثاني اللي غادي نعاودو لكم، فيه 23.26 غرام، سوم 550 درهم الغرام، تيبقى لكم 12 درهم و800 اللي هي مليون و56 الف ريال، 1280 الاورو، والدوره ديالو 6.4 الديامتر ديالو. اللي بغاتو تواصل معايا واتساب راه تيجيو غزيولين في اللبسه ديالهم، كيجيو رائعين. اللي بغاتو تحاول تخلي لي ميساج سير واتساب، ومرحبا الف مرحبا، راه كيجيو زوينين بزاف البنات. حاولوا تبارطاجيو ما امكن لايك، شوفوا البنات الزاز شي حاجه زوينه بزاف، تدي ليك او الوالده ديالك او مهم عاشقين الارتيزانة، صراحة الله شي حاجة زوينة بزاف. مرحبا والف مرحبا. نحاول نقراو لي كومونتير ديال البنات. صبوحة كي دايرة زوينة ديالي لاباس عليك، اللهم يسر تبارك الله ما شاء الله، شكرا حبيبة ديالي. واش هاد الأثمنة غادي يبقاو حتى شهر 8؟ لالا نضال مرحبا زوينة ديالي، حاولي إلا عجبتك شي عجب شي أختيك صيفطي فيه أون أفونس ونخليك حبيبة ديالي. لافونس ما كنتشرطوش فيها زعما شنو بغيتي تصيفطي، داكشي علاش قديتها هي باش نخليه ليك، الا عجبتك شي حاجه في هاد الهميزات نخليهم لك، حيت هادو هميزات، هادو راه ماشي دي بري اللي عاديين، هادو هميزات، وراكم عارفين البنات الهميزات راه ما تيبقاوش. غادي نعاود ندوز لكم البنات هاد المصحف اللي ديجا دوزتو، حيت شحال من بنت مازال ما شفتوش. هاد المصحف فيه 35 غرام البنات، مصحف غزال فيه 35 غرام، بالنسبه للطول من هنا البنات فيه 8.5 سنتيم، وفي العرض فيه 6.4 سنتيم، غزال كيحمق وليطا ديالو نافع البنات جداد. غادي يدوز لكم غير ب 550 درهم الغرام،
35 550 درهم الغرام كتسوى لكم 19000 درهم و250 اللي هي مليون و185 في ريال 1925 ديال الاور. اللي بغاتو حبوباتي تواصل معايا واتساب غادي نعاود نحط لكم هنا باش تعرفوا البنات الطا ديالو كي كتجي ما شاء الله كيجي باين واضح كيجي غزال من داك الشيء الرفيع هانتوما كيجي فني هنا البنات اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا سي واتساب زينه وخزينه البنات هادشي كندوزكم زينه وخزينه غادي ندوز لكم واحد السرتله ديال الورده راه رائعه غزال شوفوا البنات على السرتله ديال الورده هادي غدوز لكم هادي راه جديده يعني يلا خدمناها يلا جبنا هادي سوم 580 درهم الغرام راه يا سلام راه دي بري ريزونابل دي بري حصريه اثمنه حصريه عند المجوهرات ديال شوفوا لي على السرتله ديال الورده كي مخدومه كتحمق البنات فيها 50.50 غرام فيها 50.50 غرام ايمان اسمحوا لي البنات نقرا لي كومونتير ايمان اختي دمنيج الورده بشحال داير مرحبا الزوينه ديالي لاله ايمان السعديه فرح تجي الثمن دق بروش مرحبا انا نعاود لكم الثمن ديال دق بروش بالنسبه لهاد السريتله ديال البرده البنات حاولوا تبارطاجيو ما امكن هاد السريتله ديال البريضه غزاله كتحمق راه واسعه البنات هادي راه جايه في الواجهه واسعه فيها 50.50 غرام هانتوما و لو بري ديالها على سوم 580 درهم الغرام جديده ما عمرها ما استعملت يلاه خدمناها 29000 درهم و300 29000 درهم و300 جوج المليون و186 الف ريال 2930 اورو عافاك شحال البراسلي ديال فان كليف مع الخاتم ديالو مرحبا الزين ديالي ام حسناء شحال كتلبسي الزينه ديالي في البراسلي فان كليف ومرحبا ريان راضيه حبيبه ديالي راتكو بغيتي تخدميه اللي غادي عرض واحد نخدمه لك سي كوموند شوفوا لي البنات على هاد السريتله ديال البرده راه رائعه اللي بغاتها دير لها سكرين غادي نعطيكم الديامتر ديالها فيها 6.6 سنتيم البنات 6.6 سنتيم هانتوما شوفوا لي الزاز انا غاتجيني كبيره ولكن غير تشوفوا لا طاي ديالها ما شاء الله فيها 6.6 سنتيم البنات انا جايه يعني كبيره 6.6 ديال السنتيم غزاله فيها 50.50 غرام 50.50 غرام الثمن ديالها 29000 درهم و300 جوج المليون و186 الف ريال 2930 اورو اللي بغاتها تحاول تواصل معنا سي واتساب ومرحبا بيا واخ مرحبا صراحه غزاله كتحمق سميره شكرا حبيبه ديالي لهلا يخطيك وكاينه البنات هذا عصير الصابون اللي داي زميزات فيه 26 غرام عصير الصابون هذا سوم 550 درهم الغرام فيه 26 غرام 26 غرام 26 غرام اللي بغاتو مرحبا الف مرحبا بالنسبه للديامتر ديالو 6.4 سنتيم والثمن ديالو 14000 درهم و300 14000 درهم و300 مليون و86 ريال 1430 ديال الاورو عصير الصابون واش من عصير الصابون 26 غرام سوم 550 درهم الغرام راه رائعه البنات اللي بغاتو مرحبا الف مرحبا واخا انا راه كيجيوني كبار لان ماشي لاطاي ديالي شوف ما شاء الله كي كيجي راه كيحمق و الا زدتي تقنتي يا حبيبتي ديرو خاتمو راه كيجي واحد الشكيل رائع من داك الشيء الرفيع شوفوا البنات بالنسبه للقطر ديالو راه 3.5 هاد العرض ديالو والديامتر 6.5 فيه 26 غرام سوم 550 درهم الغرام ونعاود لكم لو بري 14000 درهم و300 مليون و86 ريال 1430 اورو بالنسبه للسيده اللي بغاتني نذكرها بالاثمنه ديال دك بروج يلاه دخلات غادي نعاودهم لكم شيماء راتكو 19 غرام بحال تقام عليا سميحه سميحه شحال شي 3 ديال الورده عافاك يلاه دخلت كتحمق لاله عزيزه الله يحفظكم والد عطيت بليج ورده واحد شحال الثمن انا غنجاوبكم على هاد الاسئله كامله بالنسبه للسيده اللي يلاه دخلات السريتله ديال الورده كتبقى ب 29000 درهم و300 29000 درهم و300 جوج المليون و186 الف ريال 2930 دولار الدوره 6.4 سنتيم فيها 50.50 غرام بالنسبه للسيده اللي بغات دق بروج نعاودو نذكرو هاد الثمن كاينه البنات هذا فيه 23.86 غرام سوم 550 درهم الغرام الثمن ديالو كيبقى 13000 درهم و150 مليون و63 الف ريال 1315 اورو هانتوما الدوره 6.7 بالنسبه لهاد الصغير هذا اللي دورته صغيره فيه 23.26 غرام سوم 550 درهم الغرام الثمن 12000 درهم و800 اللي هي مليون و56 الف ريال 1280 اورو الدوره 6.4
اني عاودت لكم البنات المعلومات. كاين هذا عصير الصابون غزال في 14.05 14.05. شوفوا لي هذا رائع بالنسبه اللي بغات شي دمليج ما تحيدوش من يديها. انا البنات البراسلي ديال فانكليف قياس 0.05. ام حسنة دوزي واتساب حبيبه ديالي نشوف لك صافي. ها نتوما في 14.05 غرام والثمن ديالو 7750 درهم. 7750 درهم 155000 ريال 775 اورو. الدوره ديالو نعطيها لكم البنات. هذا سوم 550 درهم الغرام. صراحه هذا كيجي فنيون. انا غير دورتي كبيره البنات ما سديوش على دورتي. دورتي عفوا صغيره ولكن تيجي فنيون كيجي غزال. غنعطيكم الديامتر ديامتر البنات 6.4. دونك الديامتر ديالو 6.4. اللي بغاتو تواصل معايا سير واتساب. مرحبا الف مرحبا. كاينه البنات هاد النباله هادي هاد النباله على هاد الشكل اللي فيها 7.55 غرام سوم 550 درهم الغرام كتسوى 4150.